السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جولة جديدة من جولاتنا اليومية في حديث الصحافة. البداية اليوم مع صحيفة الشرق الأوسط، والتي نشرت مقالا تحت عنوان اليونيسف: جيل كامل من السوريين مهدد، ومستقبل بلادهم والمنطقة مرتبط بهم. قالت فيه: منذ أسابيع صدم العالم بإعلان الأمم المتحدة بأن عدد الأطفال اللاجئين من سوريا في الدول المجاورة فاق 1 مليون طفل، ولكن هذا العدد يتصاعد يومياً من دون نهاية منظورة للأزمة السورية. وشرحت نائبة المدير التنفيذي لليونيسف يوكا برانتيد في حوار خاص للشرق الأوسط بأن مستقبل سوريا يعتمد على أطفالها، محذرة من تهديد حقيقي للبلاد وللمنطقة بكاملها إذا لم يراع هؤلاء الأطفال ويضمن تعليمهم. وقالت نائبة مدير منظمة اليونيسف في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن هناك 4 ملايين تأثروا بشكل مهول بالأزمة لفترة طويلة. وقالت: نحن نرى جيلا كاملا معرضا للخطر، إنه أمر خطير. لا أرغب في استخدام تعبير جيل ضائع، ولكن مستقبل هؤلاء الأطفال في خطر، مما يعني أن مستقبل بلادهم ومستقبل المنطقة أيضا في خطر. وهذا أمر يعني أنه على الجميع أن يقلق، فبينما الأطفال أنفسهم يستحقون الاهتمام، لكن أيضا مستقبل البلد كله أو مستقبل البلد كله معلق عليهم، فلا يمكن إهمالهم. كلما طالت الأزمة يتراجع تعليم عمال المستقبل وقادة المستقبل، فماذا يعني ذلك لمستقبل المنطقة؟ وردا على سؤال حول إمكانية معالجة أزمة التعليم في سوريا وسط حرب دامية، قالت: التأثير على البنى التحتية هائل في سوريا، نحو 2 مليوني طفل سوري تركوا المدارس منذ عام 2012، والكثير من المدارس هجرت وأصبحت معسكرات لأحد الأطراف المسلحة. وندعو تلك الأطراف لعدم استهداف المدارس. وأضافت: عندما يستطيع الطفل أن يذهب إلى المدرسة في 9 صباحا يعطيه ذلك شعورا بالإطمئنان. صحيفة الواشنطن بوست نشرت مقالا تحت عنوان سوريا ملأت تفاصيل سلاحها الكيميائي. قالت فيه: قالت منظمة حظر السلاح الكيميائي بأن سوريا قد ملأت معلومات عن برنامجها الخاص بغاز الأعصاب السام، كما قدمت خطة مبدئية لتدميره. وأضافت المنظمة بأن سوريا قدمت شرحا مفصلا عن سلاحها الكيميائي كخطوة ضمن الخطة المتفق عليها لنزع السلاح الكيميائي والمتفق على إنهائها أواسط عام 2014 القادم. وكانت سوريا قد طالبت بانضمامها لمنظمة حظر السلاح الكيميائي لتجنب ضربة عسكرية أمريكية كانت متوقعة، وذلك بعد الهجوم الكيميائي الذي قامت به في 21 من شهر آب الماضي على غوطة دمشق. وأضافت الصحيفة بأن خبراء المنظمة قد زاروا سوريا بشكل مكثف الشهر الماضي، حيث زاروا معظم المواقع 23 الذين أعلنت عنهم سوريا، كما بدأوا بتدمير الآلات التي كانت تستخدم لخلط المواد الكيميائية. وتضيف الصحيفة بأنه من المتوقع أن سوريا تمتلك حوالي 1000 طن متري من السلاح الكيميائي، بما في ذلك غازي الخردل والسارين، ولم يعلم حتى الآن المكان الذي سيتم فيه تدمير السلاح الكيميائي السوري. إلا أن النرويج أعلنت أنها قد تلقت طلباً من الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي قسم كبير من السلاح الكيميائي السوري وتدميره على أراضيها، لأنها أي الولايات المتحدة لا تمتلك المقدرات لتدمير السلاح الكيميائي خلال الوقت المحدد. أعزائي المشاهدين، صحيفة العرب اللندنية
نشرت مقالا تحت عنوان الدب الروسي يملأ الفراغ الذي يخلفه الأمريكيون بالشرق الأوسط، قالت فيه: ينظر المصريون بتفاؤل كبير إلى زيارة الرئيس الروسي المنتظرة للشهر القادم، وينتظرون أن تملأ روسيا الفراغ الذي تركه الأمريكيون بعد أن قرروا تجميد جانب هام من المساعدات العسكرية والاقتصادية الممنوحة لمصر. وقالت مصادر مطلعة بأن القيادة المصرية التي وجهت رسالة رسمية إلى فلاديمير بوتين لزيارة البلاد كانت تهدف من وراء ذلك إلى خلق توازن في علاقاتها الدولية وعدم وضع بيضها فقط في سلة الأمريكيين، خاصة في فترة إدارة أوباما والتي اتسمت مواقفها بالاهتزاز والتناقض. وفي سياق متصل ذكرت صحيفة ساندي تايمز البريطانية أمس بأن روسيا عازمة على الاستفادة من المشكلات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها في الشرق الأوسط، وذلك بالدفع في اتجاه تعاون أكبر مع مصر في مسعى قد يقود في النهاية إلى حصول موسكو على منفذ على الموانئ المصرية على البحر المتوسط. وأضافت أنه في ضوء المخاوف من عودة التنافس الروسي الأمريكي في الشرق الأوسط في حقبة الحرب الباردة، فإن بوتين يسعى على ما يبدو إلى استئناف العلاقات العسكرية مع مصر بعد قرار نظيره الأمريكي بتجميد جزء كبير من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر. بالتوازي مع ذلك، أكد الموقع الإسرائيلي ذا بوست أن أهم الدوافع التي تحفز بوتين على التقارب مع مصر هو الوصول إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، لأن موطئ القدم الوحيد المتاح لروسيا هو ميناء طرطوس السوري، والذي أصبح شائكاً في ظل غموض مستقبل الأسد، وأن الموانئ المصرية أفضل منه، مضيفاً أن الولايات المتحدة في حالة تراجع في جميع أنحاء الشرق الأوسط في العراق وسوريا والسعودية ومصر، والروس دخلوا المنطقة ويعتزمون البقاء. ونبقى في الشأن المصري ولكن من زاوية أخرى، حيث كتبت وكالة أنباء الأناضول التركية في مقال لها عن شركة كلوفر بارك الأمريكية ومصر بعنوان: كلوفر بارك من إدارة حملات أبل وكوكا كولا إلى تحسين صورة الحكومة المصرية. بعض مؤسسيها عملوا في البيت الأبيض وأداروا حملات انتخابية لأعضاء الكونغرس ومرشحين للرئاسة، والقيادي بالشركة بين سيفي هو أحد أعضاء لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك، أبرز جماعات الضغط الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب موقع ذهيل الإخباري الأمريكي. ومن أبرز عملائها بجانب الدول كبرى الشركات الأمريكية في مجال الأسلحة والتكنولوجيا والأدوية والمياه الغازية، إنها شركة العلاقات العامة الأمريكية كلوفر بارك جروب، والتي تعاقدت معها الحكومة المصرية مؤخراً بهدف تحسين صورتها والتواصل مع دوائر صنع القرار في واشنطن. وتقدم الشركة خدمات خاصة بالعلاقات العامة والإعلان والتسويق، وتنشط أيضاً في مجال إدارة الحملات الانتخابية والأزمات وبحوث الرأي العام، كما تقدم استراتيجيات اتصال متكاملة وخدمات خاصة بالترويج للشركات والمنظمات والجمعيات التجارية والحكومات والائتلافات الصناعية. وعملت الشركة في حملات انتخابية لنواب في الكونغرس أغلبهم من الديمقراطيين، وبينهم هيلاري كلينتون في الحملة الانتخابية للكونغرس عام 2006. وأحدث عملاء الشركة هي مصر، التي تعاقدت معها بعد أيام من تجميد واشنطن جزءاً من مساعداتها العسكرية للقاهرة، وربط الإفراج عنها بتحقيق تقدم على طريق التحول الديمقراطي في مصر. وقالت الحكومة المصرية إنها تهدف من هذه الخطوة إلى تطوير الأدوات المتاحة لديها للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة.
وبالعودة إلى الموضوع السوري، نقرأ في صحيفة الجزيرة والتي نشرت مقالا تحت عنوان مجموعات مقاتلة بارزة تعتبر المشاركة في جنيف 2 خيانة، قالت فيه: اعتبرت مجموعات سورية مقاتلة في بيان أصدرته بأن المشاركة في مؤتمر جنيف 2 لحل النزاع هي خيانة، وذلك عشية وصول الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى دمشق. وحذر البيان من أن المؤتمر حلقة في سلسلة مؤامرات الالتفاف على ثورة الشعب في سوريا وإجهاضها. وقال البيان إن المشاركة فيه ستعد متاجرة بدماء شهدائنا وخيانة تستوجب المثولة أمام محاكمنا، مؤكدة بأن أي حل لا ينهي وجود الأسد سيكون حلاً مرفوضاً جملة وتفصيلاً. ويأتي البيان وسط جهود دولية تبذل لعقد المؤتمر الذي اقترحته واشنطن وموسكو في مايو الماضي، وتسعيان من خلاله إلى جمع ممثلين للنظام والمعارضة أملاً في التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ 31 شهراً. ولم تتضح مواقف الطرفي النزاع الأساسيين النهائية من المؤتمر بعد، ففي حين يعلن النظام مشاركته من دون شروط، يؤكد في الوقت نفسه رفضه محاورة من يسميهم الإرهابيين والبحث في مصير بشار الأسد. موقع الجزيرة نت عنونة: انتقادات مزدوجة تسبق زيارة الإبراهيمي إلى دمشق، قال فيه: يواجه المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي انتقادات مزدوجة من النظام السوري وقوى المعارضة، تزامناً مع جولته الإقليمية التحضيرية لمؤتمر جنيف 2 والتي تقود غداً الاثنين إلى دمشق. وبحسب مصدر حكومي فإن زيارة الإبراهيمي إلى دمشق قد تستمر يومين، يعقد خلالها لقاءات مع المسؤولين السوريين للتوصل إلى حل للأزمة بمشاركة ممثلين عن النظام والمعارضة، وذلك تمهيداً لمؤتمر جنيف 2 المقرر انعقاده أواخر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. واستبق الرئيس السوري بشار الأسد زيارة المبعوث الأممي بتحذيره من الخروج عن إطار المهام الموكلة إليه، داعياً إياه إلى التزام الحياد. وقال الأسد في مقابلة تلفزيونية إن مهمة الإبراهيمي تقضي بأن يخضع فقط لعملية الحوار بين القوى المتصارعة على الأرض. ويرفض نظام الأسد أي حوار مع المعارضة التي يتهمها بالارتباط بدول إقليمية ودولية أو مسلحي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع المستمر منذ 31 شهرا. في غضون ذلك، استبعد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية موافقة المعارضة على الجلوس مع إيران على طاولة المفاوضات في مؤتمر جنيف 2، معتبراً أنها جزء من المشكلة السورية وليست جزءاً من الحل، وذلك رداً على تصريحات للإبراهيمي اعتبر فيها مشاركة إيران في المؤتمر ضرورية. وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف لؤي صافي: لم أستغرب كلام الإبراهيمي، فهذه ليست المرة الأولى التي يصر فيها على وجود إيران منذ استلامه هذا الملف حتى الآن. وأشار صافي إلى أن الائتلاف قدم للإبراهيمي عدة تصورات لنجاح المؤتمر، لكنه لم يأتي بأي قرار واضح تجاه هذه التصورات، ولم يستطع حتى الآن الحصول على ضمانات حقيقية من جانب الأسد كفيلة بإنجاح مؤتمر جنيف 2. ولم يعلن الائتلاف حتى الآن قراراً بشأن المشاركة في المؤتمر، غير أنه أكد على لسان العضو عبد الباسط سيدا موقفه من مسألة بقاء الأسد في الحكم والقاضي بضمان تنحيه. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل اليوم إلى ختام جولتنا في حديث الصحافة. في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.